نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. وفي خلال مشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، قال إن تصدي الجيش السوري للعدوان الإسرائيلي سيغير قواعد الاشتباك، وأن إسرائيل فهمت أن مرحلة اضرب وهرب انتهت. شمخاني أضاف أن إيران لا تنفذ عمليات عسكرية في سوريا، بل تقدم الاستشارات، وأشار إلى أنه ليس أمام أمريكا وباقي البلدان أي طريق سوى الالتزام بالاتفاق النووي الذي قبلوه سابقا، مضيفا أن طهران لن تقبل إضافة سطر واحد إليه أو إزالة أي سطر منه. وبالتزامن مع انطلاق احتفالات ذكرى انتصار الثورة، عرض الحرس الثوري الإيراني في طهران صاروخ قدر الباليستي بمدى 2000 كيلومتر. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مضي إسرائيل في عملياتها داخل سوريا برغم إسقاط الجيش السوري طائرة F-16. وخلال جلسة الحكومة الإسرائيلية شدد نتنياهو على أن قواعد الاشتباك التي تعمل إسرائيل بموجبها في سوريا لن تتغير. سددنا أمس ضربات قاسية للقوات الإيرانية والسورية، وأوضحنا للجميع على نحو لا لبس فيه بأن قواعد العمل التي نعمل بموجبها لن تتغير إطلاقا. سنواصل ضرب أي محاولة للمس بنا، هذه كانت سياستنا وستبقى كذلك. إطلاق نتنياهو ووزراء في حكومته رسائل تحذيرية ومطمئنة في أن واحد، رافقته تحذيرات معلقين من خطورة التداعيات الاستراتيجية والمعنوية لإسقاط طائرة F-16 فوق الجليل المحتل. هيثم عباني. بعد نجاح الجيش السوري في إسقاط طائرة F-16 الإسرائيلية، حبس الإسرائيليون أنفاسهم طوال ساعات السبت في انتظار القرارات التي ستخرج بها المداولات والمشاورات الماراثونية التي شهدها مقر وزارة الأمن في تل أبيب والتي قادها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. فكانت النتيجة بيانا صحفيا للأخير لا يختلف في مضمونه عن البيانات التي سبق للناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن عممها على وسائل الإعلام. سياستنا واضحة تماما، إسرائيل ستدافع عن نفسها أمام أي محاولة للمس بسيادتها. أريد أن أوضح أن وجهة إسرائيل هي نحو السلام، لكننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا مقابل أي هجوم ضدنا. ومع صدور بيان نتنياهو انصرف المعلقون لإجراء جردة بحسابات الربح والخسارة، وفيما تبنى عدد منهم الرواية الرسمية التي تقدم ما جرى باعتباره إنجازا، توقف آخرون عند السوابق الإشكالية التي كرسها إسقاط الطائرة الإسرائيلية. كل طرف يتفاخر بما أنجزه، لكن ما جرى ينطوي على عدة سوابق إشكالية جدا من ناحية إسرائيل. قبل كل شيء، الطائرة الموجودة وراءنا طائرة تابعة لسلاح الجو أسقطت بصاروخ للمرة الأولى منذ 36 سنة. صحيح أن سلاح الجو لا يعمل من دون ثمن، لم يقل أحد إننا محصنون، لكن هذه سابقة للأسف، ويتفتح الباب أمام المحيط لمحاولة المس بطائرات سلاح الجو، وهذه لن تكون المحاولة الأخيرة، وهم سجلوا لأنفسهم إنجازا. الأثر المعنوي الكبير الذي تركته صورة الطائرة المحترقة دفع معلقين إلى التحذير من أنه في عصر حروب الوعي الحالية كل الإنجازات يعتم عليها تحطم الطائرة وجرح طاقمها الذي عد في الجانب العربي نجاحا عظيما وتسبب بحرج في الجانب الإسرائيلي، وعليه سيكون على سلاح الجو الإسرائيلي التحقيق عميقا في كيفية اختراق صاروخ قديم نسبيا لغلاف الدفاع الإسرائيلي. وفي سياق متصل، دعا اليوم وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنتن إلى ضرورة فعل كل شيء لمنع أي حرب مقبلة مع لبنان. بنت قال إن أي معركة مماثلة ستشهد إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ على شمال إسرائيل ووسطها ومحطات الطاقة وحقول النفط والبنية التحتية الأساسية، وإذا حدث ذلك فإن تل أبيب ستعد ذلك إعلان حرب من جانب الدولة اللبنانية.
ومن بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر أهلا بك. بعد كل هذه التطورات التاريخية سواء على الصعيد العسكري أو حتى على الصعيد السياسي، السؤال المطروح الآن والكل يريد معرفة الجواب، عام 2018 هل هو عام المواجهة مع إسرائيل، مع أي جهة، مع أي محور، أين وكيف ومتى؟ تفضل. نعم سلمى، السؤال مشروع رغم الهدوء الحذر، إلا أن الاستنفار العسكري الإسرائيلي لا يزال موجود على الحدود الشمالية. أمنيا تضرب الاستخبارات الإسرائيلية رأسها في الجدار لمعرفة ما هي التكنولوجيا التي امتلكها أعداء إسرائيل وما هو نوعها. حتى الطائرات من دون طيار متقدمة كانت صعوبة جدا عند الأباتشي الإسرائيلية في ملاحقتها. أنواع الصواريخ، هل التكنولوجيا الأمريكية تسربت إلى إيران؟ هل المقصود بطائرات حديثة يمكن تفخيخها RQ 117؟ هل أسقطت إيران تكنولوجيا إيرانية وعدد تصنيعها وتوجيهها ضد إسرائيل؟ إسرائيل لم تبتلع الهزيمة يوم أمس ولا تزال تريد الانتقام، وبالتالي كل الاحتمالات مفتوحة. هارتس كتبت اليوم لا يوجد عاقل يمنع هذه الحرب التي ستندلع بين إسرائيل وإيران. الجميع يحشد في إسرائيل، يتحدث عن خطوط حمراء تم اختراقها يوم أمس، ربما حتى التصريحات بالأمس كانت أخف من اليوم. اليوم جلسة حساب، وطبعا الكابينيت مجتمع مع اجتماع الطوارئ للقادة الأمنيين، وكلهم يريدون معرفة هل سلاح الطيران الإسرائيلي الآن في خطر أم لا، وماذا عن مستقبل هذا التدهور، الوجود الإيراني، وجود حزب الله. الجيش السوري معافى وقادر على الرد، وخصوصا بعد بحر داعش. كل هذه عوامل تفجير لا تزال موجودة على الطاولة السياسية والأمنية والعسكرية. نتنياهو متفرد بالقرار، لا يوجد معارضة قوية، المعارضة هزيلة، ظاهرة صوتية تكاد لا تسمع في إسرائيل. جنون العظمة عند إسرائيل أدى بها إلى الهاوية على الحدود الشمالية، وبعض العقلاء يقولون لا تدخلوا في لعبة الدم السوري، كل من دخلها عربا أو عجما دفعوا أثمانا عالية، وظل الرئيس بشار الأسد موجودا في دمشق. طيب النصيحة الروسية أو حتى الأمريكية أو التوجيهات إن صح التعبير الأمريكية في أي اتجاه؟ الأمريكيون على ما يبدو أرسلوا وفودا أمنية لدراسة ما هي التكنولوجيا التي يمتلكها الجيش السوري والقوات الإيرانية. بعض المواقع أشارت بالاسم أن هذا نجاح كبير للجنرال سليماني، هذا إنجاز شخصي له. والأمريكيون يريدون دراسة ما هي التكنولوجيا لطائرة من دون طيار، للصاروخ الذي أطلق، غير مقتنعون بما يرد في الإعلام. طبعا هذه التحقيقات سرية، إسرائيل وأمريكا تعكفان على دراسة التكنولوجيا، لذلك الأمور غير منتهية. فيما يتعلق بروسيا، خذلان كبير جدا من تل أبيب في روسيا، حتى النقاد تشف في نتنياهو الذي تبجح أنه التقى 7 مرات شخصيا مع الرئيس بوتين، ويبدو أنه كان يفهم الإسرائيليين خطأ بأن روسيا معه. اتضح بأن الدب الروسي له حضور مختلف تماما. حتى الجميع يتحدث اليوم عن مقارنة بين شخصية القيصر بوتين وبين الهزلي ترامب. شكرا جزيلا لك ناصر اللحام على كل هذه المعلومات. مدير مكتب الميادين كنت معنا من فلسطين المحتلة. إسقاط الدفاعات الجوية السورية للطائرة الإسرائيلية كان الأبرز في تعليقات الصحف الإسرائيلية بسانت الرف. أهلا بكم. صدمة إسقاط الدفاعات الجوية السورية للطائرة الإسرائيلية احتلت العناوين الرئيسية للصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية. فتحت عنوان الأقنعة أزيلت، أحداث الشمال أرست سابقتين إشكاليتين، أدرجت صحيفة معاريف تعليقها على الحادثة، حيث كتب ألون بن ديفيد: للمرة الأولى منذ 36 عاما نجحت بطارية صواريخ سورية في اعتراض طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي وإسقاطها. الصحيفة رأت أن ما جرى فتح شهية الجميع لتحقيق المزيد من هذه الإنجازات، مشيرة إلى احتمال لجوء حزب الله إلى نصب كمائن ضد طائرات سلاح الجو العاملة في لبنان. وأضافت الصحيفة إن أزمة الأمس أراد الأطراف تبريدها، لكن من الآن ومع كل عملية لسلاح الجو الإسرائيلي في سوريا يبرز خطر متزايد لرد سوري، ومن هنا الوضع إلى تصعيد. صحيفة هارتس بدورها
تناولت الحدث من زاوية أخرى، فكتبت: إسرائيل وإيران دخلتا للمرة الأولى في مواجهة مباشرة وبصورة لا مؤشر فيها على تدخل دولي مسؤول. وأشارت الصحيفة إلى أن معركة الأمس في الشمال حتى لو انتهت بتهدئة فإنه في المدى الأبعد يتكون واقع استراتيجي مغاير، وأضافت إن إسرائيل سيكون عليها التعامل مع عدة عوامل جديدة: وجود إيراني يعمل ضدها، ثقة متزايدة بالنفس لنظام الأسد، وما يقلق أكثر من كل شيء دعم روسي للخط الهجومي. ولفتت الصحيفة إلى أن بوتين الذي يستقبل نتنياهو بكل لباقة كل عدة أشهر يبدو منسقا تماما مع إيران وسوريا أيضا في خطواتهما ضد إسرائيل. الإنجاز والثمن والعبرة، هكذا وصف الكاتب يوسي يهوشع ما جرى بالأمس في صحيفة يديعوت أحرنوت، لافتا إلى أن معادلة اعتراض طائرة بدون طيار مقابل إسقاط طائرة مقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي معادلة سيئة جدا للردع الإسرائيلي. وأضاف الكاتب إن المعركة على الوعي قد بدأت، متسائلا من فاز في أهم جولة قتال لم يحدث مثلها في الساحة السورية منذ حرب لبنان الأولى، مضيفا أنه في النهاية ما سيذكر هو إسقاط F-16 في الأراضي الإسرائيلية. إسرائيل هايوم بدورها عنونت: إيران تحاول جر بوتين لاقتحام المرجل، حيث توقع المحلل السياسي آف ليمور أن تصاعد إسرائيل أنشطتها الدبلوماسية ضد إيران. وخلص الكاتب إلى أن روسيا لم تتدخل في تبادل اللكمات أمس، لكن مهاجمة قاعدة قرب تدمر جرت قريبا جدا من قواتها وكان من الممكن أن تجرها إلى الرد، مشيرا إلى أن طهران ودمشق معنيتان جدا بحدوث هذا، ما سيلزم إسرائيل إجراء المزيد من التنسيق مع موسكو. أحداث الأمس تمثل بحسب الكاتب نقطة بداية الجولة التالية التي يمكن أن تكون أعنف وأكثر تعقيدا. إسقاط الطائرات الإسرائيلية بنيران سورية مثل حدثا عسكريا واستراتيجيا كبيرا في ضوء قرار سوريا وحلفائها تغيير قواعد الاشتباك، فإلى أين تتجه الأمور وماذا يعني أن تسقط سوريا مقاتلة حربية إسرائيلية؟ طائرة F-16 الإسرائيلية في الجليل المحتل تحترق. الطائرة التي أعلنت إسرائيل عن إسقاطها فجراً أقلعت من مطار عسكري قريب إلى القنيطرة لضرب قاعدة جوية عسكرية سورية. الصاروخ السوري الذي اصطادها مع طائرات أخرى اخترقت الأجواء السورية هو من طراز SAM-5 الذي كانت سوريا تملك شبكة واسعة منه في الغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة. فتحالف السلفيات الجهادية والمجموعات المسلحة على أنواعها مع إسرائيل فكك وعطل ودمر طيلة سنوات الحرب العديد من قواعد الدفاع الجوي. إذن الرد السوري في الزمان والمكان اللذين اختارتهما دمشق ومن خلفها الحلفاء في محور المقاومة الذين استهدفتهم الاعتداءات الإسرائيلية بقدر استهدافها للجيش السوري ومقراته العسكرية، ولا يبدو أن الرد سيكون لمرة واحدة. غرفة عمليات الحلفاء أكدت أن أي اعتداء جديد سيواجه ردا قاسيا وجديا. قواعد الاشتباك اختلفت بعد رجحان موازين القوى لصالح دمشق وحلفائها. منطقة الأمر الواقع العازلة التي حاولت إسرائيل رسمها في الجولان السوري سقطت بعد استعادة بيجن ومغر المير آخر مناطق الغوطة الغربية المتاخمة للجولان، حيث حاولت إسرائيل الاعتماد على المجموعات المسلحة والنصرة بعد إفراغ المنطقة من المراقبين الدوليين ونشر وحدة صواريخ كمظلة حماية لجبهة النصرة وغيرها بذريعة منع تجاوز المقاتلات السورية خط وقف إطلاق النار، ما جعل الإسرائيليين يعتقدون أن بإمكانهم مواصلة عملياتهم الجوية ضد دمشق وحلفائها وفرض حظر طيران على سلاح الجو السوري وتنشيط الجبهة الجنوبية ضد دمشق بتخريب الهدنة الروسية الأمريكية والضغط لإبعاد الحليف الإيراني والمقاومة عن نقاط انتشارهما في الجنوب السوري.
القرار بالرد وأسقاط الطائرة الإسرائيلية يعني أن دمشق باتت قادرة بعد سنوات الحرب السبع على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ولجم تل أبيب، ويعني أن أي اعتداء سيواجه بالرد الفوري، ويعني أيضا أن معادلات جديدة بدأت ترتسم بعد انتصارات محور المقاومة وبعد إحباط كل المشاريع التي تم تخطيطها له، واختيرت سوريا ساحة لتنفيذها. دي مناصف دمشق، الميادين. القيادي في حركة حماس أسامة حمدان شدد على أن الرد السوري بإسقاط طائرة F-16 أذهل إسرائيل وكان خارج توقعاتها. حمدان وفي مقابلة مع الميادين أشاد بأداء الجيش السوري، موضحا أن تفوق إسرائيل الجوي أصبح محل تساؤل لدى صانع القرار في تل أبيب. ما أذهل الإسرائيلي أن الرد كان خارج دائرة التوقعات، وأن هذا الرد جاء ليضرب حالة تفوق تميز بها الإسرائيلي طوال العقود الماضية، وهي تفوق سلاح الطيران. في الاعتداءات السابقة على لبنان وعلى غزة جرى ضرب نظرية تفوق قواته البرية، شهدنا في وادي الحجير كيف أصبحت المركبة شيئا لا قيمة له في عام 2006، وشهدنا في عام 2014 تكرار مشهد المركبة الإسرائيلية التي تحترق والجنود الإسرائيليين الذين يصرخون ولا يستطيعون أن يغادرون آلياتهم رغم احتراقها. اليوم نقطة التفوق المتعلقة بسلاح الطيران أصبحت محل علامة استفهام بالنسبة لصانع القرار السياسي والأمن الصهيوني، وهذا لا شك مربك ومربك جدا. حمدان شدد على أن أي عدوان إسرائيلي على سوريا أو لبنان لن تكون كتائب القسام بعيدة عن الرد عليه، وأضاف أن الاحتلال اقتنع بأن معركته التالية مع المقاومة ستكون مع كل محور المقاومة. العدوان على المقاومة لا يتعلق بمساحة جغرافية معينة، العدوان على المقاومة هو عدوان على المقاومة بكليتها، ويجب أن يدرك الاحتلال أن العدوان على المقاومة في أي مكان هو يقتضي ردا وفعلا من الجميع. ولذلك الرسالة التي أرادت كتائب القسام أن توجهها ومعها كل قوى المقاومة في قطاع غزة، أن عدوانا إسرائيليا على سوريا أو على لبنان لن يكون نزهة للاحتلال، ولن يكون حضور المقاومة الفلسطينية بعيدا عنه بأي شكل من الأشكال. وكشف حمدان للميادين عن مناورة ستجريها فصائل المقاومة اليوم في قطاع غزة. اليوم إعلان المقاومة وفصائلها المختلفة عن حالة الاستنفار لقي قبولا كبيرا لدى الشعب، وأنا أظن أنه غدا سيكون لدى المقاومة مناورة ميدانية مفتوحة على كل قطاع غزة لمواجهة احتمالات ما يمكن أن يجري، رغم تقديرنا كما قلت في البداية أن الإسرائيلي سيبتلع هذه العملية رغما عنه ولحسابات وليس كرما في أخلاقه، لكن أقول أن غزة رغم كل الظروف تصبر لأنه في النهاية هي مشروع مقاوم. واصلت القوات التركية قصفها التلال المشرفة على رجو في منطقة عفرين شمال سوريا وفق ما أفاد به مراسل الميادين، وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية إسقاط مروحية تركية ثانية على جبهة راجو بمنطقة عفرين. وكان الجيش التركي قد أعلن مقتل 11 جنديا في إطار عملية عفرين، فيما اعترفت رئاسة الأركان التركية بسقوط مروحية مشاركة في العملية ومقتل طيارين كان على متنها. منذ انطلاق العدوان التركي على عفرين شمال سوريا وأنقرة تعتمد على سلاح جوها بشكل رئيسي، عشرات الغارات في مختلف الجبهات كفيلة بحسب استراتيجية الجيش التركي بتأمين تقدم المجموعات المسلحة المدعومة منه على الأرض. على جبهة راجو حدث انقلاب في مجريات الميدان بعد تمكن مقاتلي وحدات حماية الشعب من إسقاط طائرة مروحية تركية. فتحييد المروحيات التي يعد استخدامها أقل كلفة من طيران F-16 قد يعرقل ما خطط له تركيا، ولا سيما أن جبهات راجو وجندارس والشيخ حديد وحتى بلبل تراوح مكانها وسط مقاومة ملحوظة للوحدات رغم كثافة غارات الطيران الحربي التركي ضد أهداف لا تعد بمجملها مواقع عسكرية. هو المصدر الفروج والغنم للشعب. ليش طيارة عم تقصف هون مشان شو؟ يعني ليش هالأسلوبات؟ ليش مشان شو؟ خليها تقصف شو اسمه العساكر جاي عم تقصف علينا على
مدنية. صاروا شوفت عندكم مسلخ هذا ومجاني ولا الشعب شعب عفرين مشان يستفيد منه، لا مقر عسكري ولا مقر شيء، وهون كلها مدنية. مدينة عفرين التي تعاني من أوضاع إنسانية وطبية صعبة، يشكو أهلها من قصف الطائرات التركية للمنشآت المدنية والطبية، ما قد ينذر بكارثة إنسانية تنتظر المدينة. بعد استهداف محطة مياه الشرب، ها هي منشآت غذائية تستهدف بالغارات التركية. صواريخ طائرات F-16 التركية لاقت طريقها إلى هنا، إلى هذه المنشآت الغذائية. فما هو الهدف من ضرب هذه المنشآت الحيوية؟ في عملية عسكرية من المفترض أن تكون تحريرا بحسب المصطلحات التركية للمواطنين الذين يعيشون هنا. علي مرتضى من مكان استهداف الغارات التركية في عفرين الميادين. هذا وأفاد مراسل الميادين بدخول رتل عسكري تركي من معبر أتما كفر لويس أو لوسين بريف إدلب الشمالي إلى بلدة دارة عزة جنوب عفرين وغرب حلب، كما وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية إلى ولاية هاتاي الحدودية مع سوريا جنوبي البلاد على أن تنتقل منها إلى عفرين. التعزيزات تتألف من 60 عربة عسكرية مدرعة، كما تضم قوات خاصة من الجيش التركي بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية. ومن عفرين انضم إلينا مفد الميادين إلى هناك علي مرتضى. علي أهلا بك، واضح من خلال الصورة أنك تقف أمام ربما مدرسة مستشفى لا أدري. إذن سنبدأ من الجانب الإنساني طالما أنت على ما يبدو في هذه الأجواء، آخر التطورات والمعلومات عن هذا الأمر من فضلك. نعم، نحن نقف أمام مشفى عفرين وهو المشفى الوحيد في مدينة عفرين وفي كل مناطق عفرين التي تتعرض للحرب التركية. هذا المشفى الذي يعني جئنا كي نعلم أعداد الشهداء وأعداد الجرحى، وقد بالفعل أعطانا مدير المشفى أعداد الجرحى الذين وصل عددهم بحسب مشفى عفرين إلى 409 جريح، 300 رجل، 36 من النساء و45 من الأطفال. أما عدد الشهداء فهم، ونتحدث عن المدنيين فقط وليس العسكريين الذين يقاتلون والتابعين لوحدات حماية الشعب الكردية، الشهداء عددهم 154 شهيد، 111 من الرجال، 17 من النساء و26 من الأطفال. هذا الإحصاء حتى العاشر من هذا الشهر، يعني أعتقد بالأمس، وبالتالي يحسم منه أو يزاد عليه عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا اليوم نتيجة الغارات أو نتيجة الاستهدافات بقذائف المدفعية. منذ الصباح الباكر كنا على مختلف الجبهات وخاصة على جبهة راجو، شهدنا القصف على موساكو وعلى بعض القرى التي تطل على راجو، إلى أنه على الأرض لم يكن هناك تقدم. سمعنا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بعيدة المدى 23 وغيرها من هذه الأسلحة، وكذلك شهدنا قصف بصواريخ الجراد من مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب باتجاه مناطق سيطرة القوات المدعومة تركيا، وبالتالي هذه الجبهة تزال تراوح مكانها. كما ذكرت هناك تعزيزات تركية في الجبهة الشمالية وخاصة باتجاه بلبل، تلك المنطقة التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة بشكل خط حدودي ما يقارب 10 كيلومتر وبعمق ما يقارب 3 في أوسعه يصل إلى 5 كيلومترات. نعتقد أن هذه التعزيزات سوف تستهدف تلك المنطقة. أما في منطقة الجنوب في جندرس، حيث أيضا أشرت بموضوع التعزيزات التركية التي دخلت باتجاه دارة عزة، هذه التعزيزات هي الثانية من نوعها منذ أول أمس. دخل ما يقارب 50 آلية عسكرية بين حاملة جنود وبين عربات مدرعة. اليوم دخل هذا الرتل الذي يفوق 50 عدده، وبالتالي كل هذه التحشيدات العسكرية جنوب عفرين تنذر بشكل أو بآخر إلى أن الجبهة الجنوبية لعفرين أيضا وبالتحديد صوب جندارس، هذه الجبهة سوف تشهد أيضا تطورات. عن حصيلة هذا النهار بالنسبة للتقدمات العسكرية، يمكن العودة إلى مراوحة مكانها هذه العمليات بعد أسقاط الطائرتين التركيتين. لم يلحظ أي تحليق للطائرات المروحية في منطقة راجو وبلبل وأي من مناطق الاشتباك. أما طائرات الاستطلاع فهي تعمل في سماء عفرين بشكل دائم، حتى أن مدخل عفرين عمدت وحدات حماية الشعب إلى إشعال بعض الإطارات والزيوت لإعطاء غيمة سوداء ربما فوق مدخل عفرين تحمي المنطقة من مراقبة الطائرات من دون طيار. شكرا جزيلا لك علي مرتضى، كنت معنا من عفرين على كل هذه المعلومات.
وفي تركيا انتقد حزب الشعوب الديمقراطي العملية العسكرية التركية في عفرين وطلب بوقفها فورا حفاظا على أرواح الكرد وجنود الجيش التركي. هذا الموقف يأتي في خلال انعقاد الحزب لانتخاب قيادة جديدة له خلفا لزعيمه صلاح الدين ديمرتاش المعتقل مع العشرات من نواب حزبه منذ أكثر من عام ونصف عام واستعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة. وينضم إلينا من إسطنبول مراسل الميادين محمود واثق. محمود أهلا بك، هل اتضحت الصورة الانتخابية إن صح التعبير من سيخلف ديمرتاش وأبرز المواقف خلال هذا اللقاء الانتخابي؟ نعم سلمى، أنا في العاصمة التركية أنقرة حيث ينعقد المؤتمر الثالث لحزب الشعوب الديمقراطي هنا في العاصمة التركية أنقرة. هذه أيضا إشارة لافتة من الحزب، لأول مرة يعقد مؤتمره بهذا الضخم وبهذا العدد الكبير من أنصاره وأعضاء الحزب سواء كانوا برلمانيين أو شخصيات سياسية أخرى، يعقده هنا في العاصمة التركية أنقرة بدل ديار بكر أو المحافظات في جنوب شرق تركيا حيث الحاضنة الشعبية الكبيرة لحزب الشعوب الديمقراطي. المؤتمر لا يزال منعقدا، هناك شخصيتان ترشحتا إلى قيادة هذا الحزب خلفا لصلاح الدين ديمرتاش وفيغان يوكسداغ اللذين هما معتقلان من تقريبا أكثر من عام ونصف العام بسبب ما تقول تركيا الحكومة التركية بالانتماء للمنظمات المحظورة أو المنظمات الإرهابية، وهنا إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. بارفين وهي عضوة في البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي هي مرشحة أو زعيمة المشاركة للحزب حزب الشعوب الديمقراطي. كثير من الكلمات التي وجهت اليوم إلى أنصار الحزب، هناك كانت رسالة من الزعيم السابق للحزب صلاح الدين ديمرتاش من المعتقل، رسالة قرأت على المسامع الجماهير هنا في الصالة الحكومية في أنقرة، طالب الحزب بالتوحد وانتخاب قيادة جديدة بديلة له لأنه لا يستطيع أن يمارس مهامه من المعتقل، وبالتالي هناك قيادة جديدة للحزب. خلال أقل من دقائق سيتم إعلان عن هذه القيادة بالإضافة إلى انتخاب عضو مجلس الحزب يتكون من 100 عضو. هناك شخصيات سياسية بارزة من الاتحاد الأوروبي ومن ألمانيا شاركت في هذا الاجتماع. الرسالة القوية التي كانت اليوم هي معارضة الحزب وبشدة عملية غصن زيتون التي يشنها الجيش التركي ضد وحدات حماية الشعب الكردية. هذه العملية طالب الحزب بوقفها فورا لأنها عملية القتل للجيش التركي وللأكراد حسب وصفهم، وقالوا بأنه يجب إحلال ونشر السلام وتحقيق العدالة والديمقراطية في المنطقة بدل التوجه إلى العمليات العسكرية. شكرا جزيلا يا محمود. محمود واثق كنت معنا من أنقرة على كل هذه المعلومات. واحتجاجا على العملية العسكرية التركية في عفرين شهدت مدينة فرانكفورت الألمانية تظاهرة للجالية الكردية فيها. المتظاهرون رفعوا شعارات ورموزا كردية وانطلقوا من محطة السكك الحديدية الأساسية في فرانكفورت وصولا إلى البنك الأوروبي المركزي. وقد أطلق المتظاهرون شعارات داعمة للمقاتلين الكرد في عفرين ونددوا بالعملية التركية هناك. خرقت المجموعات الإرهابية اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص عبر هجومها على نقطة عسكرية في محيط بلدة المشرف. وأفاد مراسل الإخبارية في حمص بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية شنت هجوما على إحدى النقاط العسكرية قرب قرية تل عمري شمال شرق قرية المشرفة، وذلك انطلاقا من وادي سليم شرق مدينة الرسدان. وبين المراسل أن الاشتباكات أسفرت عن إفشال الهجوم والقضاء على عدد من المهاجمين الإرهابيين.
جددت التنظيمات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها أحياء مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية. وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن عدد من القذائف الصاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية سقطت في محيط صحة الأمويين ومنطقة العباسيين، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات. كنا بعملنا نحن يعني عم نشتغل، ما سمعنا غير أصوات، فرحنا لهون نشوف الأصوات، لقينا قذائف الغدر استهدفت المنطقة، ومثل ما شايفين يعني الحمد لله ما في إصابات بس أضرار مادية، الله يحمي الجميع يا رب. يعني الإرهابيين هذول ما كحلهم يفهموا إنه الجيش السوري صامد، يعني مهما عملوا مهما سووا نحن صامدين وما نخاف. الحمد لله إنه في الرب ورانا ومقوينا وتاركنا إنه واقفين وثابتين، ومنقول الحمد لله على كل شيء إنه الله بينجينا بكل لحظة. مجلس الوزراء يحيي القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على التصدي للعدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية العربية السورية. حيا مجلس الوزراء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة والجنود الأبطال على تصديهم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضي الجمهورية العربية السورية، مؤكدا أن الجيش العربي السوري سيبقى دعامة الأمن والاستقرار في سوريا. وأدان المجلس العدوان الإسرائيلي الذي أدرك مرتكبوه أنه مع إسقاط أحدث طائراتهم من قبل دفاعاتنا الجوية أن سماء سوريا مصانة. وأوضح المجلس أن العدوان الإسرائيلي على سوريا كشف مرة أخرى الوظيفة الحقيقية لهذا العدو الداعم للإرهاب والإرهابيين، فمع فشل الإرهاب في تحقيق أي تقدم أو انتصار في الميدان ظهر الأصيل بدل الوكيل في محاولة لدعم الإرهابيين، إلا أن الجيش العربي السوري تصدى للعدوان الإسرائيلي والإرهابيين في آن واحد، حيث أسقط إحدى طائراته وأصاب أخريتين ومنع في الوقت ذاته أي تقدم للإرهابيين، الأمر الذي أذهل العدو الإسرائيلي بقدرة الجيش على الرد واستمرار هجومه على الإرهاب في آن واحد. إسقاط الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري طائرات F-16 الإسرائيلية والتصدي للعدوان الذي نفذته طائرات الاحتلال تطور لا يزال يتفاعل في أوساط العدو في ظل اعتراف يعكسه الإعلام الإسرائيلي يؤكد إصابة وهم التفوق العسكري بشرخ وبروز ضعف القوة الجوية للعدو الصهيوني. تداعيات تصدي وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان طائرات العدو الإسرائيلي على المنطقتين الوسطى والجنوبية وإصابة أكثر من طائرة تستمر بالتفاعل في ظل حالة من الخيبة تبدو واضحة في تعليقات وعناوين صحف العدو. عبارات تصدرت صحف الإسرائيلية عكست مدى الارتباك واعترافات بتصدع صورة سلاح جو العدو بعد إسقاط طائرة الF-16. مأزق يواجه كيان العدو، بهذه الكلمات وصفت صحيفة يدعود أحرنوت الإسرائيلية الحالة في ظل التطورات الأخيرة التي أعقبت إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة العدو، في حين قالت مصادر إعلامية إن سلاح الجو في كيان العدو الإسرائيلي مستمر في التحقيق بإسقاط طائرة الF-16. معطيات جديدة وصفها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بأنها غيرت معادلة عدم التوازن القوى في المنطقة، واعتبر أن إسقاط طائرة العدو الإسرائيلي يشير إلى أن أي خطأ ترتكبه إسرائيل في المنطقة لن يبقى من دون رد، مؤكدا زيف الادعاءات حول وجود دور لإيران في إسقاط الطائرة الإسرائيلية المعتدية. مواقف توالت ونوهت بيقظة الجيش العربي السوري الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية. حزب الله أكد في بيان أن إسقاط الطائرة بداية مرحلة استراتيجية، وشدد على وقوف الحزب الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري.
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق يؤكد أن المعادلات السياسية والعسكرية تغيرت بعد أسقاط الجيش العربي السوري طائرة للعدو الإسرائيلي، وأن إسرائيل تلقت صفعة استراتيجية قاسية لا حدود لها. وأشار قاووق في كلمة في بلدة طيردب الجنوبية إلى أن سوريا بإسقاطها طائرة للعدو الإسرائيلي استطاعت أن تسقط المنظومة الدفاعية والقبضة الحديدية لهذا العدو، وأن تهشم هيبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما أن صورة أشلاء الطائرة المحطمة المعادية كسرت معادلات التفوق لتكرس المعادلات الجديدة لمصلحة سوريا ومحور المقاومة ولتعمق الهزيمة في إسرائيل. عبر أهالي الجولان السوري المحتل عن اعتزازهم ببطولات وانتصارات الجيش العربي السوري، وأكدوا في لقاءات أجراها مراسل الإخبارية السورية أن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة العدو الإسرائيلي حق طبيعي للدفاع عن سيادة وكرامة السوريين والعرب. مراسل الإخبارية عماد المرعي وهذه التفاصيل. هدوء مشوب بالحذر يخيم على القطاع الغربي الجنوبي لسوريا في أعقاب إسقاط الطائرة الحربية الصهيونية بعد اعتداءات متكررة حسم أمرها برد حاسم من الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري. هذه رسالة لإسرائيل وللعالم بأكمله الذين تآمروا على الوطن الحبيب سوريا، هذه رسالة قوية من الجيش العربي السوري ومن حكمة قيادتنا السيد الرئيس بشار الأسد بأن هذه رسالة نحن أقوياء وسوريا قوية وإنها ستصد العدوان في كل يوم وفي كل دقيقة. هي ليس إسقاط طائرة إسرائيل فقط، هو إسقاط كل من راهن على إسرائيل وراهن ضد سوريا. هذا النصر نصر لكل وطني شريف في العالم وقف مع القيادة السورية ومع الجيش السوري ومع الحق السوري. مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات الجيش العربي السوري عبر عنها الأهل في الجولان المحتل، وأكدوا أن هذا الرد حق طبيعي للدفاع عن سيادة وكرامة السوريين والعرب بشكل عام. مشاعرنا مشاعر النصر ومشاعر حرية يكفي لحد هون، بعدين استهانة بالعالم. ليش؟ شو ليش يفوتوا على الوطن؟ مشان ايش؟ شو في له؟ هني ناس أعداء، فيش داعي نتحدث أكثر من هيك. الله ينصر جيش السوري وينصر شعبنا وينصر يهد البيل ويعم السلام. إسقاط الطائرة الحربية الصهيونية هو إسقاط للمشروع التآمري على سوريا، ومن خلفه كل من راهن على الاحتلال الصهيوني ومشروعه الاستعماري في المنطقة. قواعد الاشتباك اختلفت هنا على جبهة الجولان المحتل، فأسقاط الطائرة الحربية الصهيونية له رسائل عدة، أهم وأن جبهة الجولان لن تكون ممرا آمنا لاعتداءات الصهيونية المتكررة على سوريا، وبالتالي إسقاط ما يسمى مشروع الحزام الأمني المدعوم من الإرهابيين لحماية الكيان الصهيوني. للإخبارية السورية عماد المرعي، الجولان المحتل. كما عبر أهالي بلدة خان أرنبة في محافظة القناطرة عن فرحتهم بإسقاط الطائرة الإسرائيلية كخطوة تطال أي معتد يحاول المساس بأرض الوطن. علاء أبو خضر. دخيل الله، دخيل شموخك العالي، دخيل الله، دخيل الله. أنا سوري، أنا سوري وينيالي، أنا سوري تشهد لي الأرض والمي، أنا سوري تشهد لي الشمس والفي، أنا سوري وكل عمري وعمره ما انحنى ظهري إلا الخالق الأوطان. كلمات تلخص كل سوري بوجدانه وكيانه. هنا تتلخص حكاية الصمود والتحدي. في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة قصة كما في كل منطقة سورية. هنا لا معنى لليأس والهوان ولا وجود للهزيمة. إصرار المواطنين على الحياة والفرح بكل إنجاز للجيش العربي السوري يسطر كل شبر من حياتهم بتفاصيلها. نحن من سطر بطولات تشرين التحريرية سنبقى هنا متجذرون، لن ننسى ولن يرهبنا العدوان، طائراتهم وصواريخهم لن ترهبنا. نحن هنا صامدون وباقون متجذرون على أرض الجولان، لن يرهبونا أبدا. الله يحمينا الجيش أهم شيء، ونحن صامدين يعني رغم كل هالشيء. يعني عاد إسرائيل خافوا وترعبوا وإحنا صامدين. امبارح كان غير الوضع، غير يعني كانت الفرحة غير. والسبع سنين الأزمة يعني الحمد لله الأحسن، يعني ما في كثير تحسن الوضع عن قبل. الأهالي عبروا عن فرحتهم بإسقاط الطائرة الإسرائيلية كخطوة أولى تطال أي معتدي
يحاول المساس بأرض الوطن، مباركين لسوريا وشعبها بهذه المقاومة العظيمة. نحن صامدين بوجه العدو الإسرائيلي، نحن وإحنا خايفين، هن اللي بيخافوا، نحن ما تعودنا نخاف، نحن تعودنا من قائدنا نكون إيد بإيد وندعم جيشنا، بإذن الله بننتصر على العدو الإسرائيلي. تخيل يعني بقايا صاروخ إجا على مستوطنة، كلهم دعروا وهربوا وتخلوا عن المنطقة اللي هن فيها، فقولا واحدا نحن بإذن الله المنطقة إلنا وراح ترجع قولا واحدا بجهود الجيش العربي السوري وقائدنا الرئيس بشار الأسد والتعاون مع المدنيين. إسقاط الطائرة F-16 الإسرائيلية رسالة واضحة لما هو قادم وما ينتظر العدو الإسرائيلي في الطرف الآخر، رسالة وجهها أبطال الجيش العربي السوري وأكد عليها سكان بلدة خان أرنب في محافظة القنيطرة الصامدة. للإخبارية السورية علا أبو خضر من بلدة خان أرنب في محافظة القنيطرة. أكد العراقيون أن أسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة العدو الإسرائيلي تعد خطوة هامة جاءت بوقتها وزمنها الإيجابيين ضد كل من يحاول المساس بالأرض العربية. مراسل الإخبارية مصطفى حميد والتفاصيل. الجيش العربي السوري وفي رد حازم لا تردد فيه أسقط إسرائيل وطائرتها الأمريكية. هنا العراقيون تحدثوا عن الخطوة التي جاءت بوقتها وزمنها الإيجابيين ضد كل من يحاول المساس بوحدة العرب. نحن نفتخر على هذه إسقاط الطائرة الإسرائيلية من قبل قوات الدفاعات الجوية السورية، نفتخر وخطوة إيجابية وشجاعة وبطلة، ونحن نشكر قوات المسلحة السورية العربية والدفاعات الجوية السورية. إسرائيل وحلفائها من الأمريكيين أدركوا أن الجيوش العربية لديها القدرة الكافية لإيقاف التجاوزات من قبل المعتدين، فالشعب العراقي يقف صفا واحدا مع أشقائهم السوريين ضد أي اعتداء خارجي. كل التحايا للجيش العربي السوري، كل التحايا للأمة العربية الصامدة في تحقيق أهدافها. أنا أعتبر هالشيء هذا هو إنجاز عسكري موفق للقائد بشار الأسد ولكل الأبطال المتواجدين في أرض سوريا. إسقاط طائرة إسرائيلية بحد ذاته هو إنجاز عسكري، هو إنجاز ميداني على مدى السنوات السابقة. إسقاط طائرة إسرائيلية يعني إسقاط إسرائيل بحد ذاتها. نحن كشعب العراقي نرحب بخطوة إسقاط الطائرة الإسرائيلية من قبل الجيش العربي السوري. إسرائيل اليوم تعيش حالة رعب كبيرة بخطوة سوريا البطلة. بصمة فخر واعتزاز وتأييد ترسل من العراق إلى سوريا التي يثبت جيشها كل يوم جاهزيته لصد أي تطاول أو اعتداء على سيادة العرب، والتاريخ يسجل الانتصارات ضد المعتدين الصهاينة. وتلقت إسرائيل وطائراتها الحربية درسا لن تنساه من الجيش العربي السوري الذي ترك بصمة فخر وانتصار في جميع أنحاء الوطن العربي. من وسط العاصمة بغداد، مصطفى حميد، الإخبارية السورية. كما أكد اليمنيون أن أسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة العدو الإسرائيلي عملية نوعية ومتطورة تكشف عن القدرات القتالية العالية التي يمتلكها الجيش العربي السوري للدفاع عن مشروع المقاومة. المزيد مع مراسل الإخبارية عبدالله اليوسفي. ارتياح شعبي كبير في اليمن للضربة الموجعة التي وجهتها الوسائط الدفاعية السورية لإسرائيل بإسقاط إحدى طائراتها المعادية في عملية يراها اليمنيون نوعية ومتطورة تكشف عن قدرات قتالية عالية يمتلكها الجيش العربي السوري للدفاع عن مشروع المقاومة الأول في المنطقة. هنالك تغير في الاستراتيجية، وإنما كان قبل إسقاط الطائرة F-16 من قبل الدفاعات القوية السورية تغير استراتيجي كبير. نحن دخول مرحلة جديدة من توازن الرعب. عملية قوية، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على بسالة الجيش السوري، على صموده، على قوته والتكتيك العسكري.
الصحف اليومية أيضا تناولت هذا الانتصار بعناوين عريضة تؤكد حجم الاهتمام والاعتزاز بالردع القوي الذي سطره الجيش العربي السوري ضد الكيان الصهيوني الذي يحاول اختبار قدرات المقاومة في عمقها الاستراتيجي، خصوصا بعد فشل التنظيمات الإرهابية في تحقيق مخططات منظومة العدوان أمام تقدم الجيش العربي السوري لتطهير كامل الأراضي السورية. احنا كصحفيين من خلال قياسنا لردة فعل الشعب اليمني وكأن طائرة هذه أسقطت في الأجواء اليمنية وليست في الأجواء السورية. معروف أنه الشعب اليمني يعتبر إسرائيل هي عدوتها الأولى، وإذا خاضت لبنان أو سوريا حرب مباشرة مع إسرائيل لن يقف الشعب اليمني مكتوف الأيدي. على ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي قام بهذه الخطوة ليقيس النبض، أو هل هذه القيادة السورية اللي هي محور المقاومة هل هي عادت، هل ما زالت على قوتها أم قد انهارت؟ فأثبت الجيش العربي السوري وقيادته بأنهم ما زالوا بيدهم القرار. هي إذن القضية والمشروع القومي العربي المقاوم التي جعلت من الشارع اليمني يبتهج ويتفائل في الجيش العربي السوري الذي بات الأبرز في المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي الذي فشل في كل مخططاته لإسقاط سوريا ليذهب إلى محاولة التدخل المباشر. الارتياح الشعبي الكبير في اليمن لكسر عنجهية العدو الإسرائيلي من قبل الجيش السوري يمثل ردة فعل طبيعية تعبر عن توحد الأمة في مناهضة عدوها الأول إسرائيل. عبدالله اليوسفي، الإخبارية السورية، صنعاء. وصلت قوات النظام التركي عدوانها بمختلف أنواع الأسلحة على منطقة عفرين والقرى التابعة لها بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابات بين المدنيين. وأفادت مصادر أهلية بأن قوات النظام التركي قصفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية منازل المواطنين في قرية العروبة بمنطقة عفرين، ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة آخر بجروح خطيرة. وأشارت المصادر إلى أن القصف المتواصل لقوات النظام التركي على قرى بافلون والعروبة ودير صوان وقرية كفر صفرة وناحية المعبطلي وعددا من القرى بمنطقة راجو أوقع عددا من الشهداء والجرحى وأضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم. إلى ذلك يستمر النظام التركي في عدوانه ضد مدينة عفرين باستهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية. مراسل الإخبارية السورية مصطفى كوسا رصد الواقع من داخل المدينة ووافنا بالتقرير التالي. يستمر النظام التركي بعملياته وعدوانه ضد مدينة عفرين السورية منذ أكثر من 20 يوم. طبعا يستمر هذا النظام باستهداف المدينة وقراها بمختلف أنواع القذائف. ازدادت نسبة الاستهدافات خلال اليومين الماضيين وخاصة خلال طوال الليلة الماضية، حيث قام الطيران التركي بتنفيذ عدة غارات على المدينة. ونلاحظ بعلسة الإخبارية السورية يعني جراء هذا الاستهداف من قبل النظام التركي أن حركة السير قد خفت قليلا تحسبا من الأهالي للقيام الطيران التركي بأي يعني استهداف جديد وبأي لحظة. طبعا رغم هذا يعني الأهالي متمسكون وواضح تماما بالصورة، يعني هناك رغم أنه هناك حذر من الاستهداف من قبل النظام التركي لكن يبقى الأهالي صامدين في منازلهم وفي أماكنهم. الأهالي متمسكون هنا في أرضهم ويظهرون نوع من الثقة بالنفس وبتحقيق الانتصار على العدوان على الأراضي السورية. طيران تركي قصف مدينة عفرين بالليل وما عم بيستهدف غير المدنية والأطفال. الحمد لله شعب عفرين شعب سوري اولا، شعب من مدينه عفرين، نحن مكون عربي من مدينه عفرين صامدين، لا بنخاف لا من طياراتك لا من صواريخك لا من قذائفك. المعارك مستمره، هناك خسائر كبيره في صفوف المسلحين الذين يدعمهم اردوغان وفي صفوف الجيش التركي. اعترف بالامس بمقتل 27 جندي من الجيش التركي لكن تبدو يعني ان الاحصائيه اكبر من ذلك. القوات المدافعه هنا عن المدينه استهدفت الكثير من الاليات ومن الدبابات ودمرتها. بشكل عام الامور جيده على مستوى الجبهات، لا تقدم واضح للجيش التركي بعد اكثر من 20 يوم من هذه العمليه. تبدو الصوره واضحه بعدسه الاخباريه السوريه، حركه السيارات والاهالي موجودين في منازلهم وفي محلاتهم.